للحديث إذن عن تفشي وباء كورونا معنا من بغداد الطبيب المختص دكتور إبراهيم سليمان. مرحبا بك دكتور إبراهيم. إذن عدد المصابين الآن بلغ 208 في العراق مع تحذيرات من تفشي هذا الوباء، إلى أي مدى ترى أن هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة كفيلة بمواجهة انتشار هذا الفيروس؟ مساء الخير لك ولك أفة مستمعي قناة الرافي بين. حياك الله دكتور. منع التجول لم يقر، والآن إلى الآن الناس جموع بشرية بازدحام ماشين سيرا على الأقدام إلى مدينة الكاظمية لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم. عندنا بعض المرضى دا يكذبون، هو جاي من إيران يقول أنا ما جاي من إيران، ويطلع هو مصاب، وأني عندي هسه 4 أطباء واثنين من المنتسبين بالحجر الصحي. عندنا المشكلة الرئيسية اللي نشكو من عندها، من يأخذون سواب يدخل المريض للحجر الصحي، يأخذون من عنده مسحة يدزوها المختبر الصحة المركزي اللي هو بساعة الأندلس. طيب. ورا 3 أيام أو 4 أيام يلا يطلع. للمعلومة الطبية، هذا المركز الصحة المركزي هو الوحيد في بغداد، كرخ ورصابة. اي فهذه مأساتنا احنا. يعني مركز وحيد دكتور في ساحة الأندلس، وهذا مركز فحص وحيد في بغداد. نعم يعرفوا كل الأطباء. طيب يعني كما ذكرت، يعني وزارة الصحة حذرت من زيادة تفشي هذا الوباء بعد خرق حظر التجوال من الزائرين، وكما ذكرتم قبل قليل بطريقة يصعب السيطرة عليها. كيف سيؤثر ذلك في تفشي هذا الوباء؟ هل نحن فعلا أمام كارثة؟ حبيبي نعم، كارثة أمام كارثة. الأيام القادمة حبلى بالأحداث. شوف الدولة اللي عندها إمكانيات اتهمت عليها تضرب متظاهرين سلميين، اتهمت عليها وتذبح اكثر من 700-800 شهيد. من هذول ما قادره ان زكمه تكشر عن انيابها وتمنع الزيارات. تقدر حبيبي، تقدر، كل شيء تقدر بتقنع. يعني تتحمل الحكومة مسؤولية تفشي هذا الوباء، خصوصا انها عمدت الى استمرار فتح الحدود مع ايران واستمرار ايضا الرحلات الجوية. كل يتحمل، كل الدولة تتحمل. نعم تتحمل الدولة كلها، كلهم، من رئيس الوزراء ما يسمى برئيس الوزراء إلى وزراء، إلا حتى رجال الدين يتحملون الأذى الأكبر، لأن هم اللي يحرضون على هذا الشيء. يعني شوف يعني ملجأ العامرية سووا محجر صحي. جميل. يعني بس أنت وين كراسيك، وين سخامك كذا؟ قلت له يعني أنت ما عندك، تدري انت العراق كله، بغداد كله بيها 10 أسرة، لان عشر رئوي، RCU يعني انعاش رئوي، في كل مستشفيات بغداد دكتور 10 أسرة فقط للانعاش الرئوي. نعم كارثة. قاس والدالس اتهمت عليه. يعني من كانت عديلة سوداء وزير الصحة تستورد تكرم شحاطات للعمليات وأسرة مال RCU ما عدا هذا، يعني هذا مو جديد، ترى هذه خطة لتدمير الـ الإنسان العراقي من احتلالي هسه، مو جديد علينا، من احتلالي هسه بيمارسون هذا الشيء. يعني خبراء الآن في الصحة دكتور أكدوا أن نسبة الإصابات مقارنة بعدد الحالات التي فحصت حتى الآن تعد كبيرة جدا. ماذا يعني هذا من الناحية الطبية؟ حبيبي الدولة هسه تعلن الرسمي 210 210 214 إصابة، والوفيات 17 حسب ما يدعون. طيب. يعني هم يدعون شفا 3 أيام، يعني المريض أخذ 3 أيام هي تطلع المسحة نيجاتيف، يعني سسبشن على مجتمع بيئة، وش يعلنون؟ هذا شفا. شنو الشفا؟ عندك الشفا. يعني هسه احنا عندنا فتره الأطباء والكادر الصحي هو الخط الأول بالصد. مثل اللي واحد واقف على الساتر اتهمت عليه وما عنده سلاح، هاي الأطباء والكادر الطبي.
نعم. المورتاليتي ريت يعني الحالات الوفيات والحادث كثيره، واكو ناس يموتون وما يحمى، ما حد يعلن عنه، ماكو فولو اب، ماكو متابعه، ماكو. نعم، شكرا جزيلا لك من بغداد، طبيب المختص دكتور إبراهيم سليمان.